السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده موقع اسمه سكتش بات، تقدر ترسم عليه كل اللي انت عايزه، والجميل ان انت ممكن تشتغل عليه بالانجليزي او بالعربي او بأي لغة من اللغات ديت. تقدر ترسم عليه ورود مثلا بالشكل دوت، تقدر تعدل في الصورة بتاعتك، والميزة ان هو اونلاين وفي فنطات كتيرة واشكال كتيرة. كل اللي عليك ان انت تختار بقى اللغة اللي انت عايزها، وليكن مثلا اللغة العربية، يورو تشتغل مارك سبيس، ويبدأ يفتح ويديك التولز اللي تقدر تشتغل بيها بالشكل دوت. تلاقي عندك مثلا لو انت عايز ترسم بالقلم تقدر ترسم بالقلم زي ما انت عايز، تقدر تعمل كروب للصورة، تقدر تعدل، تقدر تحط بعض القصاصات بالشكل دوت، تختار الشكل اللي انت عايزه، وتقدر تكبرها، تقدر تعمل لها روتيت. في اشكال كتيرة، في ان تكتب نص زي ما انت عايز، ممكن تقول انا عايز لوحة جديدة، تختار بقى التصميم اللي انت عايزه، دفتر ملحوظات، حاجة مسطرة، حاجة شفافة زي ما انت عايز. وفي ان انت تشتغل بالليارات، تقدر تعمل زوم، تقدر تعمل تراجع، وده كل ده مجاني. لكن لو انت عايز حاجة افضل فممكن تعمل ابجريد تو بريميوم وتبقى عندك امكانيات اكتر. طيب خلصت، ممكن بقى تصدر الشغل بتاعك دوت، سواء عايز بقى تصدره جي بي جي او بي ان جي او بي دي اف او اس في جي او داونلود سكتش باد، او تقدر تطبعه او تشيره مع الناس.